مسيرة وإيقاظ للشموع على أرواح شهداء التظاهرات وسط حزن على وجوه المعزين. ففي كربلاء شهدت ساحة التظاهرات إيقاظ مئات الشموع على الأرواح التي طالبت بالحقوق وذهبت لأجلها. رغم كل الحظر ماخذ لو الملة. اليوم احنا كمجموعة شباب جاي نجسد يعني فد مقبرة الشهداء ثورة 25 اكتوبر من اثناء عملنا اللي هو تجسيد كمقبرة مصغرة واشعال شموع على ارواحهم الطاهرة، وهناك وقفة لقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء من جميع انحاء العراق. يعني مو مختصرين عملنا من ناحية محافظة واحدة او مكان واحد، لا على جميع انحاء. احنا مجموعة من اهالي كربلاء قمنا بهذه المسيرة ترحما على ارواح شهدائنا في محافظة ذيقار وفي ساحة التحرير، الله يرحمهم ان شاء الله، وان شاء الله راح نسير بنفس الطريق اللي هم ساروا به، وان شاء الله نحقق كل المطالب تخليدا لذكراهم. شكرا جزيلا. المتظاهرون في كربلاء أكدوا للتغيير عدم الرجوع منازلهم إلا بتحقيق المطالب، كون مطالبهم تصب بصالح العراق والعراقيين، خصوصا بعد سقوط المئات منهم بين شهيد وجريح. هذه المسيرة ما هي تجسيدا ووفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الثورة المباركة، الشهداء الذين سقطوا ظلما برصاص القوات التي قمعت التظاهرات في محافظة كربلاء وفي عموم محافظات العراق. ونعاهد أهالي الشهداء ونعاهد الشهداء ودماء الشهداء أننا لا نتراجع ولا عودة لنا إلا بعد تحقيق المطالب، وإلا أن نرسم بدمائهم خط النصر إن شاء الله في الأيام القادمة. يحسوا كافي دم، كافي لغة الدم، خلي تكون بعيد عن هالبلد هذا وخلي نعيش بأمان وبسلام. مهرجان صوت الشعب يقيم شعراء كربلاء وتقيم هاي الناس المتظاهرين فئات المجتمع المثقفة، إن شاء الله يوصل صوتنا، ويوصل صوتنا مو الحكومة، لأن الحكومة ما راح تسمع أي صوت، يعني صارنا اليوم يمكن 21 طبعا المظاهرة وما سمعت أي صوت. نوصل صوتنا لكافة دول العالم، للمنظمات الإنسانية، منظمات المجتمع، أنه تشوف هذا الدم اللي قاعد يطيح وكافي دم، نقول لهم كافي دم. صمود المعتصمين والمتظاهرين في ساحة الانتفاضة وسط المدينة منذ أكثر من 20 يوما جعل المتسلطين في المحافظة يحسبون ألف حساب وحساب بعد سنوات من الظلم والفساد. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.